طيب، قبل ما نبدأ في الجزئية الجديدة راح ناخذ كده بعض الأمثلة على شكل سريع ومراجعة سريعة. أول شيء قلنا أي عدد كومبلكس نقدر نمثله على خط الأعداد X و Y، حيث أن على محور X الجزء الريال أو الريال الجزء الحقيقي، على محور Y الجزء إيش الإيماجينري. تمام، أمثلة مثل هذه النقطة سالب 3 زائد 4 زي ما قلنا، حيث أن السالب 3 تمثل على محور X أو هذه النقطة، والأربعة تمثل على محور Y هذه النقطة اللي بالأسود. هذا مثال آخر، سالب 1 ناقص 2i، السالب 1 هنا والسالب 2 تحت هنا، فالنقطة هي إيش هذه اللي باللون الأسود. برضو مثال آخر اكسبرس سالب 3i، لاحظ أنه ما في جزء ريال، فقط جزء إيش تخيل على محور Y اللي هو السالب 3، هذا النقطة اللي بالأسود. تمام، فقط هذا إيش تمثيلات سريعة للكومبلكس نمبر. هنا السؤال هذا حل لي solve the following equation for z. تمام، أعطاك هذه من البراكتس اكسرسايز، قال لي z ناقص 2 كونجيكيت z، كيف عرفنا كونجيكيت؟ في خط فوق حرف ال z، زائدا 7 ناقص 6 يساوي 0. قال لي solve for z، وما قال لك ايش الزد، ما قال لك، ما ذكر لك الكومبلكس نمبر هذا كم. خلاص انت تفرض ان تفرض فرض ان تعرف انه الزد عبارة عن ايش، اكس بلس اي واي، الجنرال فورم تبع ايش اني كومبلكس نمبر. طيب وعلى طول تعرف انه الكونجكيت تبعه هو ايش، فقط ايش تعكس اشارة ايش الجزء الاماجينري ناقصا اي واي. حلوين، خذ هذول الاثنين وعوض بيهم في المعادلة اول شيء عن الزد، والزد كونجكيت. فلاحظ اهو جاء هنا شال الزد حط مكان اكس بلس اي واي ناقص 2 في الكونجكيت تبع الزد، زائد 7 ناقص 6 اي زي ما هم نزلهم. الان فتح القوس هنا، هذا نزله زي ما هو هنا، طبعا السالب 2 اللي هنا ضربها في الاكس ضربها في السالب اي، انتبهت لغير الاشارات، يصير ايش عندك x زائد اي واي ناقصا هذا ناقص نضرب في 2x، وناقص مع ناقص زائد موجب اي في واي. تمام، شوفنا بعدين الخطوة اللي بعدها نقل السبعة والزائد والنقص ستة الى الطرف اليمين. ليش؟ لانه هو يبغاك تحلها بالنسبة لزد. تمام، الان لو تلاحظ انه تلاحظ انه هنا اول شيء تمام في تبسيط في الطرف اليسار، وش نقل السالب 7 و6 الى الطرف اليمين. ليش نقلهم؟ لانه هذول المقدارين السبعة هنا، السبعة والناقص 6 لا يحتوى على اكس وواي، فنقلهم للطرف اليمين وعكس الاشارة، السبعة صارت سالب 7 والسالب 6 صار اي صارت موجب 6 اي. بعدها هنا في اشياء يجمعها، الشبيه اللي بالاخضر اكس ناقص 2 اكس صارت ناقص اكس، بعدين زايد اي واي وزايد 2 اي واي، 1 اي 2 اي يعطيك 3 واي اي، ما تجمع الاي تجمع ايش الواي، 1 واي و2 واي، بتحط ليش رمز ايش الايماجينري بارت اللي هو الاي. الآن لاحظ الطرف اليسار عندك x y، والطرف اليمين 7 و6 اي، هذا ايش يمثل؟ لاحظ انه احنا قلنا دائما الجنرال فورم تبع العدد الكومبلكس يتكون يكون على صورة a زائدا b i، صح؟ فهنا في الطرف اليمين ماذا يمثل؟ إيه ماذا العدد الحقيقي يمثل أو ماذا يمثله؟ السبعة السالب 7 هذا الإكس أو هذا نقول الإكس، إيوه الإكس أو الإيه، والواي إيش هو؟ إيش اللي يقابل من الطرف اليمين؟ اللي هو إيش؟ هذا الواي. إذن الآن أبغاك تجيب قيمة الإكس وتجيب قيمة الواي،
خذ السالب اكس وساويه مع سالب 7، وخذ الثلاثة واي وساويه مع 6 بدون ايش؟ بدون الاي، لانه احنا قلنا الريال في اليسار يساوي الجزء الريال في اليمين، والإيماجينري في اليسار يساوي الإيماجينري في اليمين. فبس أخذت الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي، والتخيلي مع التخيلي، الإكس مع العدد، والثلاثة واي مع إيش؟ 6 بدون الآية، ها زي ما شرحناها في الفيديوهات السابقة. خلاص جيب الآن، جبنا قيمة الإكس، الآن نجيب قيمة الواي. هنا أخذت 3y بدون إشارة بدون الآي يساوي في الطرف اليمين 6، ومنها أجيب قيمة إيش الواي أقسم طرفين على إيش الثلاثة. إذا الجنرال فورم للمعادلة زد يساوي إكس بلس آي واي حيكون إيش؟ قلنا السبعة هي تمثل إكس، واثنين تمثل إيش؟ تمثل إيش الآي، فيكون 7 + 2i. هذا معناته حل لي إيش المعادلة. جيب قيمة الإكس قيمة الواي واكتبه على الجنرال فورم تبع إيش الكومبلكس نمبر. واضح؟ هنا برضو هذا السؤال برضو عندكم في ال براكتكس اكسرسايز. قال لي سولف ايش فور زد، سولف فور زد. اول شيء لاحظ انه انت عندك كسر. انا قلت لعملية الاكويتن المساواة لا كسور، فلو في كسور ايش تخلص منها. اول شيء الخطوة الاولى هنا ضربت طرفين في وسطين، ضربت هذا البص في الواحد، ضربت هذا المقدار في هذا المقدار، عملية المقص ده مع ده ده مع ده. فايش بقى عندي؟ شوفوا في الطرف اللي ضربت x زائد i y في واحد، اي عايد ماله مقام مقام واحد، بقى عندي x زائد i y ضرب عادي. الان ضربت هذا المقدار في هذا المقدار، لما نضرب شوف ايش يبقى عندي. امسك الثلاثة واضربها في ايش؟ في هذا المقام كامل. يلا ثلاثة في واحد ثاني ثلاثة، هذا أول حد. بعدين ثلاثة في موجب إكس صار ثلاثة إكس بالموجب. بعدين ثلاثة في ناقص آي واي موجب في سالب صار سالبا ثلاثة آي واي زائد. الآن أمسك الأربعة، أربعة آي في واحد أهو صارت أربعة آي. بعدين موجب أربعة آي في موجب إكس يعطيك موجب أربعة آي إكس بالإشارات، ها موجب مع موجب. بعدين موجب في سالب صار لي إيش سالب أربعة آي في آي يعطيني أربعة آي سالب أربعة آي واي تربيع. لما ضربت موجب أربعة آي في سالب آي واي، أربعة في وش موجب في سالب صار عندي سالب أربعة في واحد أربعة آي في آي يعطيك إيش اي تربيع واي. ونعرف ان الاي تربيع عبارة عن ايش سالب واحد، صح؟ هذا المقدار عبارة عن سالب واحد، وانت عندك هنا سالب فصار ايش موجب اربعة واي. هذا هنا الحد الاخير. الطرف اليمين يساوي ايش اكس بلس اي واي زي ما قلنا. الان انا ايش اسوي؟ لاحظ ايش سويت. اجمع الاجزاء التي تحتوي على اي في 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 قوس، والاجزاء التي تحتوي عليها في قوس. فلاحظ هنا، ها طبعا انا فكيت القوس خلاص شلت الاقواس هذه. لاحظ طالع هنا عندي الثلاثه لا تحتوي على ايش اي، والثلاثه ايش لا تحتوي على اي، عندي برضو اربعه ولا تحتوي على ايش اي، صح؟ وعندي في الطرف اليسار برضو في الطرف اليمين اكس لا تحتوي على اي. هذه كلها احطها داخل القوس. اول شيء حاخذ ثلاثة زائدا ثلاثة اكس
تمام؟ زائدا 4y، أي جزء لا يحتوي على i آخذه. الطرف اليسار هذا يساوي من الطرف اليمين x. حلوين؟ أنقل كل الحدود هذه الحين في الطرف اليسار وأساوي المعادلة بالصفر. الخطوة الأولى الx هذه أوديها للطرف اليسار مع x اليسار فيصير إيش؟ سالب x. وأنت عندك هنا ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد يعطيك اثنين، يعطيك إيش؟ اثنين x. يلا يصير عندك بقي ثلاثة وثلاثة x، ومن اليمين يجيك x بالسالب يصير ناقصا اثنين x، عندك زايدا 4y يساوي صفر. هذه الخطوة. هذه الخطوة اللي بعدها طبعا أجمع إيش؟ الجزء الذي يحتوي على إيش؟ imaginary part لحاله في قوس. شوفوه هنا عندك هنا من هنا سالب ثلاثة، تمام؟ وعندك هنا أربعة، عندك هنا أربعة x، تمام؟ حلوين. وعندك برضو لاحظ من الطرف اليمين واحد y بدون ايش؟ الآية كلهم مضربين في i. ها لاحظ انا ايش اللي صار. شوف لاحظ الان، بس اغير القلم يكون بلون اوضح. الان هنا من اليسار عندك ايش الجزء تحتوي على imaginary part؟ سالب ثلاثة y من القوس الاول. عندك هنا في القوس هنا زائدا أربعة، هذه عندك زائدا أربعة x يساوي الطرف اليمين الجزء اللي يحتوي على i y. انقل ال y للطرف اللي صار مع عكس الإشارة، ايش حيصير عندك؟ ايش حيصير عندك؟ حيكون التالي، طبعا في برضو زائدا أربعة y زي ما قلنا، سالب ثلاثة y زائد أربعة زائد أربعة x وزائد أربعة y برضو هنا. انقل ال y هذه للطرف اليسار مع عكس الإشارة، عندك أربعة y جاية من اليسار، واحد y بتصير بالسالب بصير أربعة ناقص واحد بصير إيش؟ ثلاثة y. حلوين؟ ها شوفها هنا نعيدها، سالب ثلاثة y زائدا أربعة، نجمع الجزء الإيماجينري لحاله، زائدا أربعة x زائدا أربعة y يساوي y بدون الآيات. جمعت الإيماجينري في اليسار مع الإيماجينري في اليمين. الآن بسط، عندك هنا سالب ثلاثة وزائد أربعة يعطيك كم؟ موجب أربعة وناقص ثلاثة يعطيك إيش؟ موجب واحد. حلوين؟ حلوين. وعندك من اليسار يجيك واي برضو، شوفوها سالب أربعة واي زائد أربعة زائد أربعة يساوي صفر. وضح ايش سوينا؟ وضح ايش سوينا؟ جمعنا الجزء الإيماجينري. لاحظ عندك أربعة، سوري بس أوضحها لك. لاحظ عندك هنا شوفوها، لاحظ هنا شوفوها سالب ثلاثة وجايك هناك من هناك واحدة واي صارت سالب أربعة واي. حلوين. زائد أربعة زائد أربعة إكس. وضح كيف جاء القوس هذا؟ وضح. مضروب في واي. جمع الجزء الإيماجينري في قوس وساوى المعادلة بالصفر. بعد في الخطة اللي قبلها جمع الجزء الريال في قوس وساوى المعادلة بالصفر. هو سالب ثلاثة من هناك جايك، تمام؟ ناقص واي واحدة صارت ايش؟ سالب أربعة واي. شوفها هنا، بعدين زائد أربعة بدون اي، وهنا زائد أربعة اكس بدون اي، وكلها مضروبة في الاي. واضح؟ خذ القوس ده وساوي ايش؟ بالصفر. خلاص القوس الأول برضه سويناه بالصفر زي ما ايش؟ شرحت لكم جاي اكس من الطرف اليمين. الآن أرتب المعادلة فقط، أخلي x بعدين y بعدين إيش الرقم في اليمين. ها شوفوا هذه المعادلة سويت، نقلت الرقم في اليسار اليمين، خليت الأرقام في طرف وإيش الإكسات في طرف.
نفس الشيء هنا، وديت الموجب 4 الطرف اليمين صارت سالب 4، بقى عندي 4 اكس ورتبتها ناقص 4 واي. الان انا ابغى اجيب قيمه اكس وقيمه واي، كيف نجيبهم؟ كيف نجيبهم؟ بكل بساطه، بكل بساطه مديك تحلهم بالآلة، تمام؟ جرب كيف تحلهم بالآلة، أو إنك إيش تضرب مثلا تضرب المعادلة أو تجمع المعادلتين، تصير موجب 4 واي تروح مع سالب 4 واي. هنا 2 زائد 4 يعطيك كم؟ 6 إكس، يساوي سالب 3 زائد سالب 3 وسالب 4 بإشاراتهم يعطيك إيش؟ سالب 7. الآن اقسم الطرفين على 6 على 6، الإكس تروح 6 تروح مع 6، جيب قيمة الإكس. خذ اللي بعدها، تمام؟ خذ قيمة الإكس هذه اللي هي سالب 7 على 6، وعوض في إحدى المعادلتين، يا هذه يا هذه، نجيب قيمة الواي. خلاص أتوقع جدا سهلة، تمام؟ اكتبوا على صيغة الكومبلكس نمبر، هذا عبارة عن العائد الحقيقي وذا الجزء الماجنري، بس باختصار. واضح؟ عرفنا ايش سوينا؟ اول شيء طرفين في وسطين، بعدين تمام سويت الجزء الريال مع الجزء الريال، والجزء الماجنري مع الجزء الماجنري، بعدين رتبت المعادلة وايش وايش جمعت المعادلتين مع بعض هنا، واوجدت قيمة اكس، ومن بعدين اخذت قيمة اكس هذه عوضتها في معادلة واحدة او معادلة اثنين، جبت قيمة الواي، تمام؟ طيب نجي الآن نتكلم على تمثيل الكومبلكس نمبر زي الأعداد العادية. إحنا عندنا نقدر نكتب الكومبلكس نمبر على صيغة نسميها بولر فورم. هنعرف الآن لما نكتب العائد الحقيقي نقدر نكتبه على الشكل التالي: A أو X بلس I Y. هذا يسمى كارتيزيان فورم الذي يحتوي على اكس وواي. انا الان بنتقل لايش؟ تحويل اخر يسمى بولر فورم باللغه العربيه الشكل القطبي. البولر فورم هذا عباره عن ار وزاويه ثيتا، اربطها كذا، ها الكارتيزيان اكس واي هذا اللي احنا اخذنا. اما البولر عبارة عن ار وثيتا، الثيتا هي الزاوية، حلوين؟ فهذا الشكل القديم اللي اخذناه اللي احنا عارفينه لحد الان ايش؟ ما في شيء جديد. اما الان الشكل هذا لازم تعرفه، الشكل البولر هذا عبارة عن زد يساوي ار مضروب في كوساين ثيتا زائد الاي ساين ثيتا. اذا العائد المركب يمكن تمثيله على شكل احداثي قطبي يسمى بولر فورم، او احداثي كارتيزي يسمى ايش؟ كارتيزيان فورم. الكارتيزيان هذا هو، اما البولر فورم هذا شكله. كلاهما يمثل الكومبلكس نمبر او كومبلكس نمبر او العدد المركب. طيب لاحظ انه انا هنا احتاج ان اجيب شيء اسمه ار، واحتاج اجيب شيء اسمه الثيتا. زي ما في الكارتيزيان تحتاج انك لازم تعرف تجيب الاكس تجيب الواي، هذا اخذناه خلاص. طيب البولر فورم احتاج نجيب الار واحتاج اجيب الثيتا. بكل بساطه هذا مو شيء جديد، اخذناه حتى في ايش؟ في الفيزياء. الار بكل بساطة اخذ ايش؟ الجذر التربيعي للجزء الريال زائد الجزء الامجنري تحت الجذر التربيعي، كذا جبت الار. اما الثيتا عبارة عن تان ثيتا تساوي واي على اكس، الجزء الامجنري مقسوم على الجزء ايش؟ الريال بدون الاي طبعا. واضح؟ تعال ناخذ مثال بسيط جدا سهل. قال لي اكسبريس او ريبريزنت زد equal 1 plus 3i in polar form. لاحظ انه هذا مكتوب على اي احداثي؟ احداثي كارتيزي. كيف عرفت؟ لانه هذه x وهذه y i، صح؟ ما في r وثيتا. الان لازم اجيب ال r والثيتا.
هذا كيف اجيب الار بقانون هذا؟ اخذ ليش الجذر التربيعي لي هذا، اقول الجذر التربيعي لواحد تربيع زائدا الجذر ثلاثة تربيع بدون الاي. ها التربيع هنا يروح مع ايش؟ مع الجذر، يصير عندك جذر واحد زائدا ثلاثة ويساوي جذر أربعة، وجذر الأربعة يساوي اثنين. جبت الار، الار الآن تساوي اثنين. بقى أجيب الثيتا، أقول تان انفرس بالآلة شيفت، تان انفرس واي على اكس، الواي كم؟ موجب ثلاثة والاكس واحد بالآلة. شوفوها جذر ثلاثة على واحد يطلع لك، جذر ثلاثة على واحد يعطيك الزاوية ستين. يرجع للرياضيات تفضل تكامل، تعرف كيف جات ايش الستين. طيب الان اكتب، خلاص اكتب على الصيغة هذه نفسها، هذه هي الار كم؟ اثنين. اكتب اثنين، افتح قوس كوساين الثيتا كم طلعت؟ ستين زائد اي ساين ستين. باقي تجي ايش مديك تكتبها او مديك تسويها بالآلة كيف؟ اختصار يعني حط مود اثنين، مود اضغط مود بعد رقم اثنين، حلو، اكتب او اكتب هذا الرقم واحد زائد ثلاثة اي، بعدين اضغط شيفت اثنين بعدين ثلاثة، حيتحول لك الرقم هذا كده من الصيغة الكارتيزية الى الصيغة ايش؟ البولر فورم. فلاحظ حعطيك ار وزاوية كده، هذه الار وهذه الثيتا بس، واضح؟ هذا مثال اخر، واحد ناقص اثنين اي، جيب الار والثيتا، حيكون هنا سالب واحد تربيع زائدا تحت الجذر طبعا عشان ما يكفي نكتبها هنا مشكلة، زائدا سالب اثنين تربيع، واحد تربيع بواحد واثنين تربيع باربعة يعطيك جذر خمسة، تمام. هذا الار. الثيتا ايش حيكون؟ شيفت تان انفرس واي على اكس اللي هي سالب اثنين، الواي هنا سالب اثنين على سالب واحد، تمام. كم حيطلع لك؟ حعطيك بالدجري، خذ الثيتا هذه الان، خذ الثيتا عوضة مكان ايش؟ الثيتا في القانون، والار في ايش؟ في القانون هذا هو، القانون هذا هو هنا يسار، واضح؟ تعويض مباشر بالقانون. في شيء ابغى اشرحه هنا، هذا المثال example 1.5. اول شيء سالفة الارباع هذه شرحناها في الفيزياء، تمام. احنا قلنا عندنا x والy في الربع الاول كلهم بوزيتيف، صح؟ والx والy في الربع الثاني كله الx نيجاتيف والy بوزيتيف، في الربع الثالث كلهم سالبين، x سالب والواي سالب، في الربع الاخير الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، تمام. هذا شرحته في الفيزياء. نفس الشيء هنا، نفس الشيء على سالفة ايش؟ الزوايا. نفس الشيء على سالفة الزوايا، دقيقة بس، على سالفة الزوايا، الزاوية في الربع الاول اخذها زي ما هي ثيتا، في الربع الثاني اخذها ثيتا زائدا 180، في الربع الثالث أزود عليها برضو 180، في الربع الثالث أزود عليها 360، تمام؟ أزود عليها 360. هذه الزوايا 180 هذه بالدجري، بالدجري هذه الزاوية بالدجري بالدرجات. طيب 180 بالراديان إيش هي؟ تساوي باي، الباي هذه هي بالراديان. يعني انت مديك تكتب الثيتا هذه اما بالدجري بالراديان، حلو، حسب السؤال. لو انت بتحلها كلها بالدجري حلها، لو كلها بالراديان تحلها بالراديان. لكن انتبه الان كيف تسوي بالآلة، تعال مثلا اوضح لك في الآلة عشان تفهم الفكرة. هذا المثال عندنا قال لي اكتب لي اياه على البولر فورم، قلنا خلاص البولر فورم اللي هو يعني يكون ايش؟ تجيب الار والثيتا يكون معطيك ايش؟ الكارتيزان اكس واي.
كيف تجيب الار تربعهم تحت الجذر، ما في خلاص ما في شيء تسالف تحت الجذر، تقول 2 تربيع زائد 2 تربيع بالاله. جبت الار، باقي الثيتا، الثيتا قلنا التان انفرس وهي على اكس صح؟ هيا لاحظ التان انفرس وهي على اكس، سالب 2 على سالب 2 بالاله حيطلع لك، حيطلع لك شوف، خلينا نكتبها مثلا بالدجري. اول شيء انت تعرف انه سالب 2 ناقص 2 هذه في اي ربع تو تكلمنا عليها، في الربع الثالث، يعني معناتها تزود 180 ليش ليش للزاويه. طيب شوف لو انا خليتها الزاويه بالدجري عندي، تمام، شفت اضغط شفت تان انفرس سالب 2 على سالب 2 طلعت الزاويه 45، و 45 في الربع الاول وهذا خطا، انا العائد هذا يقع في الربع الثالث، يعني لازم ازود عليه 180. قفل القوس زود 180، هذا كذا انت طلعته بايش؟ بالدجري. طب لو تبغى تحول تطلع بالراديان نفس الشيء، نفس الشيء بس حول الاله ايش؟ راديان، تضغط شفت ايه سي، بعدين شوف هنا في انا في في فيديو انا شرحته كيف تحول الراديان اراد، تمام، شفت تاني انفرس نفس الشيء سالب 2 على سالب 2، شوف طلعت باع الاربع، لكن انت باع الاربع 45 ها، لكن لا انت زاويتك مو 45، زاويتك مية ايش؟ 225 في الربع، في الربع الثالث، فلازم تزود 180. انتبه الحين الار راديان صح؟ اذا خليت الار راديان ما تكتب 180، تكتب باي، تضغط شيفت باي، الى جاب عندك 5 باع الـ4، واضح؟ واضح؟ انتبه في ايش؟ في مسألة ايش؟ الباي و ايش الديجري؟ ال 180. إذا استخدمت الدجري حتكتب 180، إذا استخدمت الراديان حتستخدم الباي، وضحت؟